بقول لكم الاسبوع ده الحكومه في الصعيد. معانا على الهاتف المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ رشا. اهلا وسهلا يا فندم. بتتكلم الاسبوع ده كلام تاني يا باشمهندس ابراهيم في الصعيد. كلام عنوانه الاهتمام بالصعيد. طبعا الاهتمام بالصعيد، الصعيد طبعا جزء غالي على بلدنا، والصعيد فعلا يعني محتاج نوع من التركيز والاهتمام. و يعني كان بداية الجولات الشهر ده ان انا اطلع على الصعيد واطلع ابتديت باسيوط، لان كان في شمعة الحقيقة بتتنور اللي هو تسليم 1000 وحدة سكنية الكباكورة، المشروع اللي كانت فكرته من كذا سنة، والحمد لله ابتديناه السنة اللي فاتت. ابتدينا اللي هو مشروع 1 مليون وحدة سكنية اللي هو السكن الاجتماعي، وانتهينا تقريبا من 50,000 وحدة سكنية السنة دي، وجاري تنفيذ 150,000 اللي هم مخططين في اول سنه. فكان لازم الحقيقه ان الواحد يطلع ويعني يبقى مع الناس توزيع هذه الوحدات. طبعا كان هناك برنامج مكثف، انا قعدت يعني بيتت ليله في الصعيد، يعني اشتغلت يومين في الصعيد، وكان لازم اروح القرى الاكثر فقرا، كان لازم اجتمع مع التنفيذيين، كان لازم اشوف مشروعات المياه والصرف الصحي، كان لازم ابعت رساله ايضا للمحليات والمجموعه التنفيذيه اللي موجوده في الصعيد، والتقي به عدد كبير جدا من اهالي اسيوط. في عبارات اتقالت يا فندم وحضرتك استمعت اليها لما عدد من المواطنين في القرى الاكثر فقرا قال لحضرتك عاده بيهتموا بينا وبيجيبوا ادويه في المستشفيات وبيجيبوا اطباء وبيشيلوا الزباله وبينظفوا الشوارع لما بيبقى في مسؤول حكومي جاي، ففي مواطنه قالت ان رئيس الحكومه لما يجي جاي ما يقولش لحد انه جاي. تمام. انا الحقيقه معاها في ومش معاها، انا عدد كبير طبعا من الجولات ما بقولش لحد، لكن عايز اقول لحضرتك انا كنت متاكد ان في شوارع المنطقه، والمستشفى اللي رحتها دي الحقيقه ما كانتش في البرنامج، لكن كان هناك توقع، يعني في ثلاث اماكن رحتهم، مدرسه ما كانتش في البرنامج، ووحده صحيه ومستشفى وقريه بالكامل. لكن لما حضرتك هي تقول ان بينظفوا الشوارع لما يجي مسؤول، دي حقيقه مؤلمه، وانا دي الرساله اللي كنت ببعثها لكل تنفيذي. خلاص ما بقاش في الحقيقه قبول بهذا السلوك. المفروض الشوارع اذا نظفتها مره، اذا كنت انت بتعمل جهد المفروض تعمله كل يوم، لان النهارده لو كان في فعلا رئيس قريه بيتحرك ما كناش سمعنا هذه الكلام، رئيس مركز بيتحرك، الحقيقه محافظ بيتحرك، لازم المنظومه المحليات فعلا يكون هناك حركه يوميه ودؤوبه عشان ما نسمعش الكلام ده. هناك انا عارف ان هناك، وده اللي انا بقوله، محدوديه كبيره في الامكانيات. لا ولكن لما بيبقى في محدوديه في الامكانيات لازم مقابل ده يبذل جهد لرفع الكفاءه، لان مع محدوديه الامكانيات وقله الكفاءه يا استاذه رشا ده المواطن اللي بيدفع ثمنه. صحيح. اداره جيده لموارد محدوده، انا متهيألي المواطن يقدر يحس بان هناك تغيير، ودي الرساله ان انا لان انا بعد كده قعدت مع السيد المحافظ وقعدت مع كل الاجهزه التنفيذيه. وحضرتك قلت امبارح كمان يا فندم لكل الاجهزه التنفيذيه مش هينفع نستمر بنفس الاسلوب. لازم المسؤول يكون متواجد، ومش المسؤول بس، ما هو لما يتواجد المسؤول ويكون في موقع عمله في الوقت المحدد ويكون هو القدوه الدنيا تتحرك. صحيح. لكن الاداء اللي هو ربع اداء ده مع محدوديه الامكانيات ده اصبح مرفوض تماما. حضرتك قلت كمان امبارح في المؤتمر الصحفي فكره اللامركزيه، لان بالطبيعي جدا ان رئيس الحكومه ووزرائه مش هيبقوا كل يوم في محافظه او موجودين في نفس المحافظه كل الايام، ففكره اللامركزيه تحقق هذه المساله ان في ناس اتفضل. قانون المحليات الجديد هيدي لامركزيه كبيره ان شاء الله، لكن عبال ما بيصدر القانون لازم الكل يتحرك، ولازم لان هناك تقييم كامل للاداء في كل المحافظات، وانا الحقيقه يعني انا ابتديت من اسيوط، وان شاء الله كل اسبوع ربنا يوفقنا نكون في محافظه بنفس الفكر ان الواحد يقعد ويشوف. صحيح. بالتفاصيل، التفاصيل النهارده المسؤول لازم يدخل في التفاصيل،
ولازم يعني يدخل في تكلفه، ولازم ما فيش مسؤول ما يعرفش كل تفاصيل محافظته وكل والقرى والمدارس. هو كده يعني ما ينفعش النهارده الاداء العادي، ولا ينفع الاداء الجيد، ينفع الاداء المتميز، وينفع الاداء اللي فيه تعب وفيه سهر وفيه جهد جامد جدا على اساس ان احنا ظروفنا صعبه جدا. لفت نظري يا باشمهندس ابراهيم الحوار اللي دار بين حضرتك وبين طلاب المدارس، ودرجه الوعي الكبيره جدا اللي موجوده عند تلاميذ في المدارس دي بهذه بحجم التحديات اللي موجوده. كانوا بيكلموا حضرتك عن رغيف العيش، كانوا بيكلموا حضرتك عن ازمه البنزين. بصراحه انا كنت سعيد جدا. كان واضح بصراحه حضرتك شباب يعني في سن يعني اقول ايه 14 سنه، يعني في ثالثه اعدادي بيبقى من 13 ل 14 لسه اطفال كمان، لسه اطفال. وفي قريه في قلب الصعيد، وقريه فعلا يعني محتاجه شغل كتير. لكن لما ابتديت اتحدث معاهم، لا هناك وعي، هناك احساس بالوطن، هناك احساس بالالام، هناك نقد لاذع للاداء. والحقيقه كان هناك سالت طالب، انت عارف ان انا جاي لان انا فعلا ما كنتش حاطط في البرد. قال لي ايوه، وكان هم يعني كانوا بيجهزوا المدرسه. ويعني شوفي الصدق، يعني انا بساله فقال لي ايوه، وهم النهارده شالوا الزباله من قدام المدرسه، وبالتالي احنا كنا يا ريتك تيجي كل يوم. قلت له فهي هو يعني الحديث فيه مصداقيه. صحيح. كان في مساحه كبيره جدا من الحوار، لكن بصراحه انا يعني كنت سعيد جدا بحواري مع الاولاد الجمال دول، اللي هم فعلا عندهم فكر وعندهم رؤيه لوطنهم وعندهم ضغط ايضا للمسؤولين. حضرتك قلت تعبير انا اتكلمت عنه في مقدمه البرنامج النهارده، الحقيقه تعبير يعني مش عايزه اوصفه بوصف معين، وحضرتك تبقى معايا على الهوا عشان ما يبقاش نوع من المجامله لحضرتك، لكن حضرتك قلت ان انا عشت حياتي كمهندس ابني كباري بين الجزر واسعى لبنائها بين البشر. هذا تعبير يعني مش انا مش عايزه اوصفه، لكن فعلا احنا محتاجين في هذه المرحله فكره بناء كباري بين البشر. هتكلم عن وضع في الجامعات، لان الوضع في الجامعات محتاج الكباري دي يا باشمهندس ابراهيم. والله انا بقول لحضرتك انا يعني لازم يكون هناك تواصل بين شبابنا وبين المسؤولين جميعا، رئيس الجامعه، اهل الفكر، الوزراء، يعني انا شخصيا يعني باذن الله ناوي اروح احدى الجامعات واقعد مع ابنائي واحفادي واكلمهم واشوف ايه مشاكلهم. ازاي يعني ازاي فعلا شوفي احسن حاجه في الدنيا ان يكون هناك تواصل بين الاجيال، لان الوطن ده ملك الجميع، مش ملك فئه عمريه معينه. واذا كان هناك فعلا عدم تفاهم، لكن لازم ان احنا لمواقف البعض لازم نتكلم ونفتح قلوبنا، لان دي بلدنا. احنا لا نختلف مع اي رؤيه ولا اي فكر، الوطن وقلب الوطن يلم الكل. احنا بنختلف مع مين يا استاذه رشا؟ مع اللي جاي يخرب؟ مع اللي جاي يحرق؟ مع اللي جاي يتعدى على استاذه؟ او يعني هنا نختلف، لكن واحد عنده رؤيه وعنده فكر وعنده اختلاف في وجهات النظر، انا متهيألي لازم نتناقش حتى نصل الى رؤيه واضحه، اللي هو كيف نبني سويا مصر الجديده. ده كلام مهم جدا. امبارح كان عند حضرتك اجتماع مع عدد من القيادات الحزبيه والقوى السياسيه، وكان في كلام اتنشر عن ان حضرتك قدموا لحضرتك بعض الملاحظات على قانون التظاهر، وحضرتك وعدت برفعها الى لجنه الاصلاح التشريعي. هما احنا كنا بنتكلم على قانون التظاهر، وكان هناك حوار كبير جدا، ان هذا القانون فعلا كان يعني اصدرناه لحمايه هذا الوطن. ولحمايه المخادبين، مش لحمايه من يعني ضد، مش ضد اي واحد يطلع ويقول رايه ويتظاهر او يعني يعمل وقفات في بطريقه سلميه، ولكن كان ليهم بعض الاراء. انا وعدتهم اكتبوا اللي انتم عايزينه واحنا ندرسه طبقا للمرحله اللي احنا بنمر بيها، لان تبادل الفكر والحوار مع الاحزاب ده موضوع مهم جدا.
المهم يعني حضرتك كان اللقاء لقاء في رقي في الحديث، رقي في الفكر يعني، ودي اسعدتني. كان هناك تأييد منهم لأداء الحكومة، ويعني قعدنا نتكلم الحقيقة ساعات طويلة، اتكلمنا على الدوائر الانتخابية، واتكلمنا على حرية الانتخابات، وفعلا تصميم الحكومة أن تكون انتخابات نزيهة يشهد لها العالم كما شهد لانتخابات رئيس الجمهورية بنفس الفكر، وأن احنا لا ننحاز إلى أي مرشح، ولكن هو وظيفة هذه الحكومة أنها حملت الأمانة وأن تؤدي الأمانة على خير وجه. يعني أنا سعيدة جدا بجولة أسيوط الأسبوع ده، وزي ما حضرتك تفضلت هي بداية لجولات حضرتك. المنيا، سوهاج، كل محافظات الصعيد الحقيقة بتعاني أوضاع صعبة جدا، إن شاء الله تبقى قريب جدا على أجندة حضرتك وجولاتك. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، شكرا يا فندم لمشاركة حضرتك معانا النهاردة في كلام تاني.